استضافت دار الأوبرا رائعة الباليه الكلاسيكي الجمال النائم، وتقدم العرض لأول مرة فرقة الباليه أوبرا القاهرة، وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك على مدار 4 أيام على المسرح الكبير. في أمسية فنية استضافت دار الأوبرا المصرية رائعة الباليه الكلاسيكي الشهير الجمال النائم، والذي تقدم لأول مرة فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك على مدار 4 أيام على المسرح الكبير. الباليه الجمال النائم يعتبر من الماستر بيسز أو الأعمال الكلاسيكية المعروفة على مستوى العالم وعلى مدار تاريخ الموسيقى كله وتاريخ فن الباليه. اللي قام بتأليف العمل ده موسيقيا المؤلف الروسي تشايكوفسكي، ودي تعتبر الثلاثيه بتاعته بعد كسرت البندق وباليه كسرت البندق وباليه بحيره البجع وباليه الجمال النائم. فرقه باليه اوبرا القاهره قدمت باليهات كتيره جدا من الكلاسيكيات، بس قدمت اول 2 من الثلاثيه بتاعه تشايكوفسكي اللي هي كسرت البندق، وده تقليد دايما الباليه بيقدمه كل سنه في شهر ديسمبر، وباليه بحيره البجع دي اول مره بقى يقدمه الجمال النائم. فده يعتبر يعني الانتاج الاول ليه في مصر. اولا احنا اول مره نعمله في مصر، هو طبعا عرض عالمي يتعمل في جميع مسارح العالم، ومدام ارمينيا هي كانت بتحاول من كذا سنه ان هي تعمل العرض دوت، وجت الظروف والاوبرا كان ليها دعم كبير جدا دكتوره لاميا زايد ان هي تدعم الباليه دوت، لان هو انتاج ضخم الحمد لله، والحمد لله عملناه وقدمناه، لان هو بيتعمل من 4 فصول بس مدام ارمينيا عملت له زي ما نقول كده ايه فكره جديده ان هي ممكن تتعمل في فصلين، ناخد الحاجات المهمه قوي التفاصيل المهمه في الباليه ممكن تتعمل في فصلين، وهي ده اللي احنا عملناه للجمهور. باليه الجمال النائم عرض لأول مرة في عام 1980، ويعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وأحد أهم مؤلفات الموسيقار العالمي تشايكوفسكي للباليه، كما قدم في عدة معالجات فنية مختلفة. وكان طبعا بالنسبة لنا الدور كدور هو دور شرير ومحتاج يعني تركيز، وكشغل جديد بالنسبة لنا، فيعني كنا لازم يعني نركز فيه وكده، وزائد بقى الصعوبات اللي فيه لبس جديد فاحنا مش متعودين عليه، زائد الماسكات بقى والحاجات دي. عرض عالمي على مسرح دار الأوبرا المصرية يعكس قدرة واحترافية العارضين، والذي يمتزج بقوة التعبير الموسيقي. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.